سيد علي، يعني أهلا وسهلا بك. ويعني قلت بالأمس كان من المفترض أن العاصمة لا تغرق، لأن هناك إجراءات كفيلة بتصريف المياه من خط يعني زبلن اللي إلى قناتي الجيش والشرطة. هل هذه القناة مخصصة للتصريف؟ يعني اليوم نتحدث مع كل النواب، يعني الكل تعترض أنه شلون بغداد تغرق، وشلون لحد هذا اليوم باقية بغداد في كل مطرة تفيض وتغرق. 17 سنة ما قدرنا نشوف حلول آنية أو حلول لهذه المشكلة العويصة، خلي أحكيها بالعامية، اللي يعاني منها المواطن العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء حياكم الله ستهي، وتحية أيضا للزملاء السيد النائب آزاد والأخ عضو مجلس محافظة أستاذ سعد، وأيضا تحية للمشاهد الكريم. أنا تقريبا صار لي من الشهر السابع في أكثر من لقاء على مستوى لقاءات فضائية وعلى مستوى التصريحات أقول أنه بغداد راح تغرق، بغداد راح تتعرض إلى أزمة. بالمقابل هي أساسا المفروض بغداد ما تغرق، يعني المفروض بغداد بظل وضعها الجغرافي، بوجود قناة، يعني بوجود دجلة، بوجود قناة الجيش، بوجود قناة الشرطة، هذه يعني نهر وقنوات لتصريف مياه الأمطار، اليوم في غير دولة المفروض ما تغرق هذه المدينة. بس احنا قلنا انه الوضع سيء، اكيد الى يعني مقدمات، وهذه المقدمات انه الامانة المفروض في كل بداية شهر سابع ووصولا للشهر العاشر بدايته المفروض تنجز كل اعمال الصيانة المتعلقة بشبكات الصرف الصحي، بالخطوط الناقلة الرئيسية، بالمحطات الثانوية والحاكمة. هذه خطوات مهمة للاستعداد لفصل الشتاء، هذه كل الإجراءات ما صارت بالمستوى المطلوب، يمكن ما تحقق في نسبة 10 إلى 20% من يمها. نعم. والأمانة تتحجج أنه ماكو تخصيصات مالية، هذه التخصيصات لأنه حتى نعالج بها هذه مشاكلنا التخسفات والصيانة، وما عندنا مبالغ كافية لمعالجة هذه المشاكل. لكن أستاذ علي أعتقد نقول لا، الأمانة اليوم استاذ علي انت احنا نعتقد اليوم الامانه بدوائرها البلديه ال 14 والجبايه المتحققه قادره على معالجه هذه المشاكل اللي هي مشاكل بسيطه، يعني حقيقه يعني من تحاكيل صيانه مو مشكله. انا ما جاي اسوي لك خط ناقل كبير، ومتحاكيل على محطه بها مضخه عاطله مو مشكله، ومتحاكيل على خطوط ناقله. اليوم كل دائرة بلدية بها أكثر من 1000 أجر يومي، وأكثر من 500 موظف كوادر كاملة ممكن أنه نستثمرها في معالجة هذا. نعم، لكن نقطة مهمة جدا أستاذ علي. أستاذ علي نقطة مهمة جدا، قناة الجيش يعني هي مخصصة للصرف الصحي، لو هي مخصصة لأشياء أخرى؟ يعني اليوم بدينا حتى ندمج المشاريع شيء بشيء. قناة الجيش يعني أساسا ست هيفاء، قناة الجيش المصمم وضعها مخصص للأمطار. نعم. لمشاكل الأمطار، أزمات الأمطار اللي تصير، ولهذا اليوم أكثر من 23 خط على قناة الجيش. فعلا هي الطاقة الاستيعابية 25. نعم. بس الخطوط الطوارئ اللي صارت خلال السنوات اللي مضيت 4 سنوات 5 وصلت الطاقة الاستيعابية مع الأمانة بغداد إلى أكثر من 60 إلى 70 ملي، مو 24. نعم. يعني الامطار اللي نزلت هي 75 مليم بظرف 3 ساعات سببت لنا هيك مشكله، لو نازله يوم كامل كان سوت لنا من